ما أخبرني به إخوانكم في مدينة بروكلين بأمريكا. كنت هنالك وشد انتباهي شاب من الشباب أو أخبروني عن قصة شاب، هذه قصة أخرى، أخبروني عن قصة شاب من الشباب وهو أمريكي. هذا الشاب دخل على إخواننا يوماً في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح، وكلاهما صحيح، وقال لهم: دلوني كيف أكون محمدياً، كيف أكون مسلماً؟ قالوا: من أنت وما قصتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني. قالوا: اغتسل. فاغتسل في نفس المركز ونزل إلى الإمام، ردد خلف الإمام الشهادتين، قال: علموني الصلاة. فعلموه الصلاة ثم صلى معهم الصبح بعد انتهائهم من الصلاة، وجلس في المسجد يبكي وحافظ على الصلوات في اليوم الأول. تريد شيئا؟ وحافظ على الصلوات معهم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. اقترب منه أخ من إخواننا المصريين وقال له: يا أخي، أنا صرت أحتقر نفسي إلى جوارك، أنت لم تدخل الإسلام إلا منذ 3، ومع ذلك تصلي وتبكي ولا تريد أن ترفع رأسك من السجود، وصرت أحقر نفسي إلى جوارك، أسألك بالله دلني، ما حكايتك، ما قصتك؟ فقال له بأنه شاب نصراني وكان ينام طوال الليل يبكي ويسأل ربه جل وعلا أن يدله على الحق. لا إله إلا الله. يقول: لا تفوت ليلة إلا وأنا أبكي وأقول: اللهم دلني على الحق، ويقرأ في الإسلام حتى شرح الله صدره للحق. يقول: وفي ليلة نمت باكيا فرأيت في الرؤيا عيسى ابن مريم يشير لي بأصبعه ويقول: كن مسلما، كن محمديا. وهذه بشرى، نحن لا نأخذ أحكاما من الرؤى لكنها بشرى. قال: فخرجت من بيتي وأتيت إلى هذا المسجد وهو أقرب مسجد إلى بيتي ودخلت الإسلام. يقسم لي الإخوة بالله أنه في اليوم الثالث وهو يصلي معه صلاة العشاء سجد ولم يرفع رأسه، فلما قضى الإمام صلاته نادى عليه فلم يجب، فقام إليه مع إخوانه ليحركه فوقع على الأرض، فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لا تنسى هذا الكلام الذهبي. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخل علي طالب من طلابي في مدينة المنصورة واستحلفني بالله أن أدعو في الدرس لوالده الذي توفي في ذات اليوم الذي طلب مني الدعاء فيه، فقلت: أفعل إن شاء الله. ثم بكى بطريقة لفتت نظري، قال: يا شيخ، لقد مات اليوم والدي ميتة عجيبة غريبة. قلت: حدثني يا بني. قال: كان والدي قوي البنية معافا صحيحا